نروح برضو لسه في اخبار نادي سموحه، وسموحه بيستعجل رد النادي الاهلي لضم نصر ماهر واسلام محارب. خاطب مسؤول نادي سموحه اداره النادي الاهلي لضم الثنائي نصر ماهر واسلام محارب لتدعيم صفوف الفريق السكندري بناء على رؤيه الجهاز الفني طبعا تحت قياده كابتن حسام حسن، على ان تتم الصفقه سواء على سبيل الاعاره او حتى البيع النهائي. بيرغب نادي سموحه بتدعيم صفوفه بثنائي النادي الاهلي نصر ماهر واسلام محارب بعد ما خلاص اقتربوا من الرحيل عن صفوف النادي الاحمر. يمكن مريهان شويه ناصر ماهر واسلام محارب بعد خروجهم من القائمه الافريقيه للنادي الاهلي والحسابات او حتى خارجين من حسابات مارتن لاسارتي في اخر كام ماتش، يمكن شويه ممكن يفكروا ان هم ينتقلوا الى نادي سموحه. سموحه داخل في الموضوع بجد جدا، سموحه عايز يحصل على اسلام محارب وناصر ماهر، اعتقد اثنين لعيبه مهمين جدا سواء داخل النادي الاهلي او حتى لو انتقلوا لنادي سموحه. يعني بعتقد ان اي لاعب شايف ان هو ليه فرصه ان هو يكون بيشارك مع نادي اخر حتى لو هيخرج من نادي كبير زي النادي الاهلي او نادي الزمالك او اي انديه كبرى في الدوري المصري، ولكن من على دكه وان هو يكون بيشارك، اي لاعب عنده الفرصه ديت احنا دايما بنتكلم فيها ان هي ممكن تكون افضل وبتكون بوابه ان هو يعود مره ثانيه للمشاركه. يعني الموسم دوت احنا بنتكلم اهو ان مصطفى محمد هيرجع مره ثانيه ويكون بيشارك بشكل اساسي مع نادي الزمالك بعد ما كان معار، فدي حاجه جيده، دي بقى بمثابه ان هي نقطه يتوقف عندها ان مش دايما الاعاره دي بتكون حاجه وحشه، بل ممكن اعاره تكون فرصه ان انت تثبت نفسك في نادي اخر علشان تعود لناديك الاساسي مره تانية وتقدر ان انت تكون بتحقق. شفنا مثال حقيقي لاكثر من لعيب، يمكن لعيبه النادي الاهلي اللي خرجوا الموسم اللي فات راحوا نادي الجونه كلهم تالقوا بشكل كبير جدا، فيهم اللي خلص لنادي الجونه وفيهم اللي تم تجديد اعارته مره تانية. فما اعتقدش ان هي هتبقى حلوه ان انت تبقى موجود بس في النادي او انا موجود في نادي الفلان عشان افضل موجود، لا يعني ما هو انت لو هتفضل موجود في النادي الاهلي او نادي الزمالك او حتى اي انديه باقي انديه الدوري المصري، مش مهم انك تبقى موجود، المهم انك تشارك، المهم انك تأدي، المهم انك تظهر، لان انت عندك كيان تاني خالص اسمه منتخب مصر. فانت لو بتلعب من اجل ان انت تكون موجود في النادي فقط فدي مشكله تانيه خالص، انت اعتقد ان انت عندك كيان تاني خالص اسمه منتخب مصر، فاللي بيطلع عشان يأدي مش لازم تقعد على الدكه تماما. يعني لو عندك فرصه ان انت تطلع اعاره مش لازم اسم النادي ايه، بس انت كده كده بتظهر خلاص. دلوقتي احنا وصلنا لمرحله ان انت اي نادي داخل الدوري المصري الناس بتبص عليه، منتخب مصر بيبص عليه، حتى احنا كاعلاميين او اي حد، كل الناس بتبتدي تبص على كل انديه الدوري المصري، ما بقاش زي الاول شويه كنت تبص على نادي الاهلي فقط او نادي الزمالك بس اللي بيبقى لاعبتهم من المنتخب واثنين ثلاثه لعيبه من بره. ولكن اعتقد ان الاعراض دلوقتي هي فرصه جيده جدا لكل اللاعبين اللي بيخرجوا سواء من النادي الاهلي او من نادي الزمالك او حتى من انديه اخرى. بالظبط، يعني الاعاره دلوقتي بقت ممكن تكون نقطه لانطلاق، مش شرط ان هي تكون نقطه ان انت بتخسر ناديك، وان شاء الله يكونوا موفقين ونشوف اكبر عدد ممكن من اللاعبين بيتم بقى مشاركتهم ونجوم. يعني احنا بنتكلم في الاسامي اللي ممكن تكون في صفوف نادي سموحه، دول نجوم لما هيروحوا وهيشاركوا اكيد هتكون ليهم فرصه ان هم يعودوا مره ثانيه للنادي الاهلي بقى علشان يكون ليهم مشاركه اساسيه او حتى كبدلاء، ولكن ما يبقاش جاي في ترتيب البدلاء رقم 3 و4 فبالتالي ما بيكونش بيشارك.